دراسة أجريت بإحدى الجامعات بولاية كاليفورنيا إن الراجل الأشول اللي هو بيكتب بإيده الشمال أو بياكل بإيده الشمال عنده عبقرية خاصة جدا بتدفعه للتفوق في كل المجالات، سواء كانت العلمية أو العملية الرياضية السياسية وكمان العلاقة الزوجية. كمان ثبتت علميا ان الراجل ده اللي هو بيستخدم ايده الشمال في حياته كلها بيخلي حياته الزوجية مليانة بالسعادة وبالتفاؤل، وبيحاول بقى بشتى الطرق ان هو كمان يخلي زوجته كمان سعيدة. كمان ثبتت الدراسة دي ان الراجل اللي هو الاشول او اللي بيستخدم ايده الشمال بيتميز، بيبقى خطه حلو جدا وفي الكتابة، وعنده قدرة على التحمل، وعنده لياقة بدنية عالية جدا. طيب عايزين رجل اشول.